ارتفع رصيد عدد الشهداء في البحرين بعد يوم من دعوة الحاكم محمد عيسى الخليفة لاستكمال الحوار مع المعارضة. فبعد الشهيد الشاب عبد العزيز العبار والذي لا زالت السلطات تحتجز جثمانه، تم استهداف 3 شبان أحدهم مطلوب أمنيا في بلدة المقشع بتفجير سيارة مدنية يوم السبت الماضي. أسفر ذلك عن استشهاد الشابين علي عباس وأحمد عبد الرسول وإصابة الشاب عبد الله السموم ونقله للعلاج في حالة حرجة تحت الرقابة الأمنية المشددة. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير والقوى الثورية المعارضة وجهوا اتهامهم للسلطات بتصفية الناشطين الميدانيين، ودعوا إلى تظاهرات غاضبة في مختلف المناطق البحرانية لأجل الشهداء. فيما عمت البلاد التظاهرات المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وترديد شعارات المطالبة بإسقاط النظام. وفي حين واجهت القوات المحتجين بالقمع المفرط باستخدام القنابل الغازية والرصاص الانشطاري المحرم دوليا وقمع المتظاهرين والذين اشتبكوا مع القوات ورشقوهم بزجاجات المولوتوف الحارقة. كما أغلق الثوار العديد من الشوارع الحيوية بالإطارات المشتعلة تعبيرا عن الغضب الشعبي لاغتيال الشهداء.